بتكلم لكم اليوم عن مهنة من أرقى المهن، مهنة طب الأسنان. خلوكم معانا عشان نعرف أكثر عن مهنة طب الأسنان مع دكتور معتز جمال. أهلاً وسهلاً، نورتنا دكتورنا معتز جمال. أهلاً بيكي. دكتورنا معتز جمال، عرفنا عن مهنتك. مهنتي هي طبيب الأسنان. طبيب الأسنان هو الطبيب المختص بإصلاح وتجميل الأسنان. يعني لو حد عنده مشكلة مش عارف يضحك عشان شكل أسنانه مش حلوة أو كده، هو إحنا بيجي لطبيب الأسنان عشان نصلح له أسنانه. لو حد مثلا من أكل الحلويات أو الأكل بشكل عام عنده سنانه توجعه أو تعوره شوية، بيجي لنا برضو عشان نعالجها ونصلحها له عشان يرجع ياكل تاني وهو مبسوط. اي الحين طب الاسنان، هل في مثلا اقسام حق هذا طب الاسنان ولا مثلا بس في طريق واحد؟ لا، طب الاسنان في تخصصات وفروع كتير واقسام كتير، منها مثلا قسم طبيب الاسنان العام، طب الاسنان التجميلي، طب الاسنان الجراحه، جراحه الوجه والفكين، في تخصص طب اسنان الاطفال، في طب اسنان طبيب التركيبات الثابته، التركيبات المتحركه، طبيب التقويم، تقويم الاسنان، كلها تخصصات مختلفه ومتفرقه. الهدف الاساسي او النهائي من كل تخصص ان هو العيان يقدر ياكل كويس، يتكلم كويس، ويضحك طبعا وهو مبسوط. شنو المراحل الدراسيه اللي يمر فيها الدكتور على اساس هو يصير مثلا دكتور اسنان او انه يعني من هذه التخصصات اللي انت قلتها؟ طيب، هو البدايه طبعا بتكون كليه طب الفم والاسنان. خلاص، بعد ما الطبيب يخلص كليه طب الاسنان يحصل على درجه البكالوريوس. بعد البكالوريوس بيبقى فيه سنه كامله تدريبيه اسمها سنه الامتياز او الانترنشيب. تمام. بعد ما بيخلص سنه الامتياز بيبقى طبيب ممارس عام، طبيب اسنان عام. اوكي، يعني الطبيب العام يقدر ان هو يكشف او يعالج الاسنان ولكن على حدود او نطاق ضيق. لو حاله معقده شويه او حاله كبيره شويه بيضطر يحولها للاخصائي المتخصص. طيب، عشان الدكتور يكون اخصائي او متخصص في احدى تخصصات طب الاسنان بيحتاج ان هو يحضر دراسات عليا او زي ماجستير ودكتوراه او زمالات مختلفه على حسب الجامعه او البلد اللي هو بيدرس فيها. بعد ما بيخلص الزماله او الماجستير بتاعه خلاص هو بيكون متخصص في التخصص اللي هو حضر فيه الزماله او الماجستير بتاعه. ده شنو هو الزماله؟ الزماله ده زي برنامج تعليمي شبيه بالماجستير، بيكون سنين خبره عمليه ومحاضرات وكده، بس الاختلاف شويه ان هو ما بيقدمش رساله بحثيه زي في الماجستير. يعني الفرق الاثنين تقريبا نفس الدراسه العلميه والعمليه، لكن في الماجستير الدراسات العليا الماجستير الطبيب بيحضر ورقه بحثيه علميه وتجارب علميه، بيعمل بيها رساله بحثيه وبيناقش الرساله دي وينشرها بعد كده بالمجلات العلميه. الطبيب الزميل او اللي معاه زماله مش شرط ان هو يعمل رساله بحثيه. يعني يكون بدون امتحان؟ لا، الاثنين فيهم امتحان. الاثنين فيهم امتحان نظري وعملي، يعني لازم يكون في امتحان، بس هو الفرق بينهم بس في موضوع الرساله بشكل خاص يعني، بس الاثنين بيكونوا مؤهلين جدا ان هم يشتغلوا كل الشغل ده. شفت احد سبب انك انت تروح المجال هو هذا؟ والله هو السبب الرئيسي في الموضوع دوت كان والدي. تمام. هو الوالدي طبيب بشري، بس هو قال لي انت عايز تعمل ايه. يعني هو الميزه ان هو طبيب بشري، هو شرح لي الطبيب البشري بيعمل ايه وبيشتغل ايه، وشرح لي طبيب الاسنان بيعمل ايه وبيشتغل ايه. فانا بصراحه يعني حبيت طب الاسنان اكتر، يعني لاسباب كتير، منها طبيب الاسنان مش بس طبيب، هو طبيب صديق، فنان تشكيلي، فنان بيرسم وبينحت وبيصمم، مهندس، لان برضه احنا شغلنا فيه الى حد كبير شغل هندسي وتوزيع قوى، يعني تخصص جميل كده، فيه تخصصات كتير في بعض كلهم بيكملوا بعض. فده الحقيقه اللي عجبني واستهواني جدا في طب الاسنان. بس شلون يعني هندسي؟ يعني اكيد حد سمع عن مثلا انا رحت لدكتور الاسنان عملت كوبري. إيه؟ صح؟ إيه؟ ما الكوبري فكرته ان هو، بس شنو هو الكوبري؟ الكوبري إيه؟ هو لو عيان مثلا عنده سنه مخلوعه او ناقصه. تمام؟ بنيجي السنه اللي قدامها والسنه اللي وراها بنحط عليهم تلبستين متعلق فيهم المكان السنه اللي فاضيه دي، السنه الايه؟ صناعيه، يعني سنه صناعيه. فهي فكره الكوبري ان هو متثبت من جهتين
وبيمر على مكان فارغ فبيسمها كوبري شويه. فالى حد ما الكوبري ده بيحتاج طبعا تصميم هندسي، انك له ارتفاع معين، له سمك معين، له عرض معين، عشان يتحمل طبعا القوه بتاعه المضغ والعض والكلام دي، بتعمل تاثير جامد جدا. الاسنان بتبقى تحت ضغط قوه قوي عالي، فلازم تكون السنه عندها المتانه الكافيه ان هي تتحمل الضغط ده. فدي بتبقى مهمه طبيب الاسنان، ان هو يحط التصميم المناسب اللي يتحمل ان هو يعيش في بق العيان، ان العيان ياكل ويشرب ويتكلم بدون مشاكل وبدون ما يحس بمكان فاضي او يحس بالم في المكان ده. كم كان عمرك لما اكتشفت انك انت تبي تدش هذا المجال؟ الكلام ده كان بثانوي، يعني كنت خلاص يعني داخل على الاختيار ما بين علمي وادبي. فالوالد قال لي اقعد يعني فكر مع نفسك انت عايز تعمل ايه او تشتغل ايه، واسال يعني شوف المهنة اللي انت عايز تستكشف، اسأل حد شغال فيها عمل ايه او المهنة بتاعته بتعمل ايه، ولو عجبتك ابدأ خد الطريق بتاعها. ولما عجبتني طب الاسنان دخلت علمي بس، خلصت الثانوي العام وبعد كده دخلت الجامعة في القاهرة، جامعة القاهرة. شنو الصفات اللي لازم تكون موجودة بطبيب الاسنان؟ طيب هو الصفات اللي لازم تبقى موجودة في اي طبيب ان يكون شخص هادي صبور، يسمع المريض الشكوى اللي عنده ايه عشان يعرف يفكر في احتياجات ومخاوف المريض ده. الحاجة اللي لازم تكون على وجه الخصوص في طبيب الأسنان طبعا الفن أو الحس الفني أو الحرفية شوية في الفن، والاهتمام بالتفاصيل، يعني الاتنشن تو ديتيل أو الاهتمام بالتفاصيل في طب الأسنان دي من أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة لطبيب الأسنان. لازم تهتم بكل تفصيلة، شكل السنة، شكل اللثة، اللمعة بتاعت السنة، اللون لازم يكون لون الحشو مثلا أو لون التركيبة لازم يكون نفس لون السن. فالاهتمام بالتفاصيل بيفرق جامد جدا أو بيفرق بشكل كبير جدا مع طبيب الأسنان. يعني طبيب الأسنان لازم يكون يعني مهتم حق التفاصيل أكثر؟ أكيد لازم يكون مهتم بكل تفصيلة. إن العيان مثلا عيان عايز يصلح الابتسامة بتاعته، طب هو الابتسامة بتاعته من فين لفين؟ يعني يعرف كل شيء يكون دقيق زيادة. لازم يبص على كل تفاصيل عشان يعرف حتى احتياج العيان، بحيث ان هو لما يخلص النتيجة النهائية تكون النتيجة مرضية للمريض ومرضية للطبيب طبعا. وطبعا راح نكمل سوالفنا لكن بعد الفاصل. طبعا مثل ما قلنا بالأول ان شخصية طبيب الأسنان لازم تكون محبوبة، شنو رأيك؟ طبعا لازم يكون محبوب، لان طبيب الاسنان من الاطباء اللي التخصص بتاعه وهو شغال او هو اوبريتنج على العيان، العيان صاحي فايق واعي، لازم يكون العيان مبسوط مطمن. لازم الدكتور مثلا كل شويه يطمن على العيان يقول له ايه الاخبار، انت مرتاح، في الم، في حاجه. لازم يكون قريب من العيان، يسمع ويفهم العيان، يسيبه يتكلم ويشرح المشكله اللي عنده عشان يفهم ايه اللي عنده، ويراعي ويقدر ان العيان جاي اكيد ما جاش لطبيب الاسنان الا وهو عنده مشكله. فلازم تفهم وتستوعب العيان نفسيا قبل ما تبدا تعالجه جسديا على كرسي الاسنان. يعني لازم يكون في ود بين المريض وطبيب الاسنان. طبعا لازم مع اي طبيب بشكل عام، بس الاسنان بشكل خاص، لان المريض كمان بيقضي فترات طويله مع الطبيب. يعني غير الأطباء البشري مثلا، ممكن الطبيب بيقعد مع المريض 10 دقائق ربع ساعة يفهم من شكوى المريض ويشخص الحالة ويكتب له على العلاج. طبيب الأسنان الوضع مختلف شوية. ليه؟ لأن المريض بيخش، احنا بنسمع شكوى المريض، بنقعد بنتكلم معاه، بنفهم ايه المشكلة، وبعد كده بنبدأ نعالج المريض ونشتغل معاه. فالموضوع ده بياخد وقت وفترات طويلة، فلازم طبعا يكون شخصية الطبيب تكون قريبة للمريض، يكون محبوب، يكون هادي، يكون صبور، يتحمل البني آدم اللي هو جاي عشان يتعالج ومتألم ويتفهم ويستوعب الألم بتاع المريض. بس شلون تتعاملون مع مثلا الناس اللي يقولكم مثلا يكون فيهم خوف مثلا من طبيب الاسنان؟ يعني في وايد ناس تخاف من طبيب الاسنان، فانتوا شلون تتعاملون معاهم؟ والله هو الخوف بيبقى لحد شويه منطقي، لان هو بشكل عام الانسان بيبقى عنده خوف من الالم او خوف من الاحساس بالالم.
فاحنا في الاول بنتكلم ان العيان لازم نجيبه في وقت يكون مريح بالنسبه له، يكون يوم سهل مش صعب. بنبدا معاه حاجه اسمها ستريس ريدكشن بروتوكول او بروتوكول تقليل التوتر للعيان. ان هو يقعد، المكان يبقى نظيف، ريحته نظيفه، نبدا نشرح له الخطوات اللي احنا هنشتغلها والحاجات اللي احنا هنعملها، العمليه او الاجراء الطبي اللي هنعمله. وبعد كده لو احتاجنا ان احنا نعمل اجراء او حاجه، لازم طبعا بندي بنج او مخدر موضعي وبنهدي العيان واللي هو عايزه. يعني بيبقى ليها طريقه شويه ديليكاسي شويه مع طريقه الطبيب في التعامل واستيعابه لخوف وقلق المريض دوت. لا، الدنيا المريض بعد كده بيبدا يهدى، بيبدا يتفهم. لما بعد كده يجرب ان الموضوع ما فيهوش الم، الزياره اللي بعدها بيكون اكثر تقبلا للاجراء الطبي واكثر تقبلا لغرفه طبيب الاسنان. بس شلون يقدر طبيب الاسنان يطور من نفسه بعد الدراسه؟ في طرق كتير يطور من نفسه. في التطوير الذاتي، ان هو مثلا يبدا يقرا مجلات علميه، يبدا يتفرج على فيديوهات تعليميه في طب الاسنان، طرق مختلفه، علاجات مختلفه. ممكن طبعا الطريق الاقوى والاصعب اللي هو الدراسات العليا، في كورسات تعليميه، في مؤتمرات علميه وورش عمل، بيبقى فيها ورش عمل جميلة جدا وقوية جدا. حتى الواحد كمان في المؤتمرات والورش دي بيتقابل مع زملاء تانيين، يبدأ برضو ياخد فكرة من الزميل، فكرة مع تريك من هنا، يعني يبدأ يجمع معلومات متفرقة كده، بتبقى حاجات صغيرة بس بتخلي الشغل الطبيب أسهل وأسرع، فبالتالي بيكون أسهل وأسرع وأريح للعيان. كمان الخبرة العملية طبعا بتبقى ليها عامل وتأثير قوي جدا في موضوع التطوير الذاتي، إن هو المشكلة لما بتواجهك أول مرة بتقعد تفكر في الحل، بتواجهك تاني مرة بتتخذ الحل أو بتحل يعني المشكلة خبرة على طول. يعني فكل ما الخبرة بتزيد، كل ما التطور برضو أنت بأفكارك بشغلك بتطور من نفسك وقت بوقت. ومتى حسيت أنك نجحت؟ حسيت أن أنا نجحت لما العيانين بتوعي كل فترات متقاربه او في كل المناسبات يبعتوا لي يسلموا عليا ويشكروني. ده بالنسبه لي ده اقوى نجاح، ان المريض يعني حتى بعد ما انا كنت فاتح عياده في مصر ولما سافرت ورجعت الكويت، ما زالوا العيانين دول على اتصال معايا وبيبعتوا لي معايدات ومباركات في الاعياد والمناسبات. فهو ده بالنسبه لي ده اكبر نجاح واقوى نجاح. شنو النصيحه حابه تقدمها حق الناس اللي حابين انهم يكونون يدشون تخصص طب الأسنان؟ أول حاجة لازم يلعب رياضة. لازم يكون بيلعب رياضة، عشان خاطر القعدة بتاع طبيب الأسنان على الكرسي والشغل كتير بتبقى متعبة شوية للظهر والرقبة. فأول حاجة لازم يكون بيلعب رياضة. تاني حاجة لازم يكون بيحب القراءة، يعني يكون من الناس اللي بتستمتع بالقراءة أو بيقرأ فترات طويلة. تالت حاجة حاول ان حتى لو ما عندكش حس فني قوي، ابدأ اشتغل على حاجات صغيرة، يعني اللي هي مثلا خياطة او رسم، حاجات صغيرة اللي هو طور المهارات الابداعية او المهارات الفنية اللي عندك. اخر حاجة طبعا لازم يكون عندك اللغة الانجليزية قوية، عشان زي ما قلت المؤتمرات الدولية ورش العمل الدولية، فلازم تكون بتفهم وبتستوعب اللغة الإنجليزية بسرعة، عشان ده هيساعدك كتير قوي في المذاكرة والتعلم والفهم، ويقلل من تعب والإرهاق الحفظ في أثناء الدراسة. مشكور، يعطيك العافية، وايد استمتعنا معاك بالحلقة اليوم. الله يعافيك، وأنا كمان استمتعت جدا معكم النهاردة. شكرا. أنا اليوم عرفت ليش دكتور معتز جمال اختار هذا الدرب، والحين دوركم أنتوا، كتبوا لي بهاشتاج لما نكبر هل عجبتكم مهنة طب الأسنان أو لا؟